معنا أمة الله من المنوفية. سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه دكتور أحمد لو سمحت، أنا كنت كلمت حضرتك كذا مرة ماشي، بسبب إن زوجي حالف عليا إن أنا ما أكلمش أمي ولا أهلي خالص. بسبب بنت أختي والمشاكل وكده. وهو دلوقتي أنا من قيمة حوالي شهرين هو اتبرع لابني وعملنا العملية. تمام. يعني ايه اتبرع لابني؟ مش فاهمة. اتبرع لابني بالكلى. يا نو ابني كان بيغسل. يعني ابنكو مش ابنك، يعني ابنكو يعني. ابننا. طفل صغير يعني. تمام. بس هما للأسف بسبب أهلي يعني المشاكل وكده، ف مش يعني الدنيا مقفولة خالص. وانا صراحة تعبت ومش قادرة، يعني مش قادرة اتحمل، لانه انا حسيت منه من ساعة العملية ومن ساعة اللي انا شفته اثناء العملية خوف عليا جامد جدا وحب ليا. يعني انا شفت ده وغير عليا، انا كنت فكرها ان هو يعني عاوز يحبسني، مش عاوز يولين حد او كده، لكن للأسف انا كنت فاهمة غلط. طلع انسان كويس جدا وحنين جدا وبيحبني وكل حاجة، بس للأسف هو بسبب ان هو صريح زيادة عن اللزوم، ان هو دايما كان بيصارح اهلي ان هم مش بيحبوا ان حد يصارحهم بيه طبعا، ف مش هم مش عايزينه ومش متقبلينه. تمام. وهو كمان مش عايز اهلي ومش متقبلهم اصلا. بس انا مش عارفة اتصرف ازاي، انا تعبانة، انا تعبت كتير. انت عمر زواجك كم سنة يا امة الله؟ عمر زواجك كم سنة؟ 9 سنين. وعندك كم عيل؟ كان عندك من الاطفال كام؟ 2. طيب اسمعيني يا امة. الاولاني 7 سنين والتاني اللي هو 4 سنين، بس كان بيغسل بقى الفترة دي والحمد لله ربنا عافاه يعني. ودلوقتي كده. بس حضرتك انا حاولت، انا تواصلت مع سلفتي وقلت لاهلي، يعني عشان هو مامته ما تعرفش ان هو اتبرع لابنه، لان طبعا انا اهلي رفضوا ان انا اتبرع له، فاهماني؟ ومامته هو احنا مثبين عليها الموضوع عشان مامته ما تعرفش. بس انا وصلت لسلفتي قلت لها ان هي تعرف اهلي ان هو اتبرع لابنه لحاله كده، وبعت لهم الصور عشان يشوفوها. يا امة الله يا امة الله اسمعيني. ايه اللي هيفيد هو اتبرع وما اتبرعش؟ وهو ما لهمش ان هم يقولوا لك انت تتبرعي وما تتبرعيش، هم ما لهمش الحق في الامر ده. الامر دوت بينك وبين زوجك وبين ابنك، ومعنى ان هو عمل حاجه زي كده ده يبقى اب ممتاز جدا يعني، وراجل محب ومحب بيته ومحب كذا. وانت قلتي اسمعيني يا امة الله، بصوا يا جماعه، اولا انت ذات نفسك قلتي انا وهو بيكلمني وهو انا اكتشفت لا ان مش عشان قافل عليا ومزمت عليا، لا ده حب وغيره وخايف عليا. ده زوج محب، ده زوج كده يتحط كده ويتعمل له، عارفه انت كده يعني فاترينه كده فيها ونحافظ عليه. النوعيه دي انقرضت يا بنتي صدقيني. لكن كون ده يبقى اب محب وزوج محب، انت عايزه ايه؟ تقولي كذا وكذا بس؟ لا مفيش بس، لما شوفوا نعم ربنا يا نساء ويا زوجات، شوف احسبي كده نعم ربنا، نعم ربي عندي زوج محب، زوج غيور، زوج كذا، علاقه بيني وما بين اهلي كذا، بنحاول نلطفها نعملها خير وبركه، ما لطفتش وما عملتش والكلام ده ليه؟ اسال ايه اولا عن زوجي والرعيه اللي معايا شرعا. طب ما انا حابه اهلي بقى، طيب وبالدعاء وكذا، ولو انت شايفك زوجه ومطيعه وحلوه وكويسه وعامله له اللي هو عايزه ومريحاه في نفسه، هيريحك ان شاء الله. روح لهم مثلا مره كل شهر ولا حاجه ان شاء الله كذا وبتاع، وامنع اذى اهلي عن زوجي، وانا ابقى يعني ابقى الحيطه الصد ما بين انت عايز من اهلي كذا معلش كذا، عشان الدنيا تبقى كده. لان يا بنتي النسب غلط انه يتعكر، ودي صله رحم. لكن بالراحه تعبانه وعايزه تشوفي اهلك وتشوفي كذا، هم بصي يا بنتي، بصوا يا اهل البنت تاني، ويا اهل الزوجه، ويا اهل العروسه، واهل اللي عندهم بنت، يا جماعه لحمكم عند الراجل ده، عرضكم وشرفكم عند الزوج ده. يعني احنا دايما حتى يقول لك ابو البنات، ودايما بيتلطفوا مع زوج البنت، ادم مش متجبر يعني، من كلامك ده راجل محب وراجل اللي عايز بيته وراجل كذا وتبرع بكليته علشان خاطر ابنه، اب محب، راجل صالح. ايا كان بقى، انا افرح كأم لو انا بنتي مع واحد يصونها ويحفظها، انا افرح كأم لو انا مع بنتي مع 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 راجل يحبها الحب ده. لا خلاص ما تعمليش انت، انا الراجل، انا اعمل انا ابني، هو ده. لكن يعني تبقي زعلانه وكذا وبس، مش عايزه كلمه بس دي تنفي ما قبلها،
لا الحمد لله وبالراحه وبالحسنى وبالدعاء. وقولي لاهلك لازم ياخدوا خطوه، لازم ياخدوا خطوه عشان بنتهم. كتر خيرك، ربنا يبارك فيك وكذا، ويا سيدي بقى خلاص ما متعاتبش العتاب ده كاننا بنعيده خلاص وكذا، ويجوا معاهم هديه يكبروا من بنتهم ويعززوا بنتهم في بيت زوجها، لكن بالشكل ده غلط. فانا عايزه النقطه دي تبقى واضحه عندك يا امه الله، ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب لك خاطرهم اللهم امين.